اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس براس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. القضيه التي سوف نناقش هي ارتباط الرياضه بالسياسه على خلفيه عدد من التوقيفات التي همت عدد من المسير الرياضيين. لن يكون طبعا اخرهم البدراوي الرئيس السابق للرجاء، ولكن كان قبله ايضا سعد الناصري المسير الرئيس ديال الوداد. وعدد من القضايا سوف نناقشها مع ضيفنا لهذه الحلقه اللي هو السي عبد الرحيم الوزاني، الخبير في التربيه البدنيه والرياضه، وله عدد من المواقف وايضا له باع طويل في مجال التسيير الرياضي باعتبار انه كان هو عضو ديال المكتب المسير لفريق الوداد، وكان ايضا مرشحا للرئاسه، وايضا كانت له تنبؤات ان صح التعبير في هذا المجال، وايضا كان من بين الناس الاوائل اللي نبهوا لمساله التسيير ومساله تبييض الاموال. لمناقشه هذه الامور كلها سوف يكون معنا كما قلت السي عبد الرحيم الوزاني. السي عبد الرحيم الوزاني اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا على الاستضافه، شكرا الفاس. السي عبد الرحيم الوزاني، انت يعني كيف ما قلنا يعني معروف بالخرجات المثيره ديالتك من بينها عدد ديال الامور. نبغيو اولا نتكلموا على الوسط الرياضي الان. الوسط الرياضي الان اصبح يعني مختلط بالجانب السياسي. يعني كيف كتشوف هذه المساله ديال الجانب الرياضي مع الجانب السياسي على خلفيه هذه المحاكمات او هذه التوقيفات اللي كاينه الان ديال عدد من الرموز الرياضيه في مجال التسيير؟ بدايه يجب القول بانه هو المجال الرياضي، وحنا ملي كنتكلموا على المجال الرياضي شيء الما كنخبي كنكذبوا على راسنا شي شويه، لاننا مباشره ملي كنتكلموا على المجال الرياضي كنمشيو لكره القدم. انا ملي كنتكلموا على المجال الرياضي ما كنمشيوش للكاراتيه، ما كنمشيوش للجودو، كنمشيو مباشره كنفكروا في كره القدم. نعم، هنا غير باش نضبطوا الامور. نعم، المجال الرياضي، واذا ما اخذنا الجانب الرياضي كره القدم، ويستهوي العديد من المهن الاخرى او من التراكيب الاجتماعيه. ما كاينش غير رجال الاعمال، ما كاينش غير السياسيين، ما كاينش غير المقاولين، ما كاينش غير لا بالعكس، شفنا بانه هذا المجال هذا. نعطيك مثال، مثلا اذا تكلمنا على كره القدم، الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي كان في بدايه الامر كانوا ناس ديال المقاومه، وكانوا ناس اللي عملوا في مجال ضد الاستعمار، ومن بعد غادي يجي الاستقلال، غادي تجي الرجاء غادي يجتاحها واحد المجال جديد اللي هما مجال المحامون. كان فيهم معطي بوعبيد، جاب من بعد معطي بوعبيد معاش، من بعد معاش جا عبد الطيف السملالي، من بعد عبد الطيف السملالي جا عبد الله فردوس، وهنا دازت الفئه ديال المحامون. من بعد غايجيو رجال الاعمال وغايجيو الامازيغ. واخا يعني هذا المجال هذا كيستهوي الكثير، لكن ما اقوله انا كمختص قانون التربيه البدنيه والرياضه، كنقول اودي خاطئ من يعتقد بان كره القدم ممكن تخدم السياسه. خاطئ، مخطئ من يستثمر في هذا المجال. طيب لماذا تستهويهم هذا السير؟ مرحبا مرحبا. تستهويه لان الشهره اللي تعطيك رئاسه النادي الوداد البيض الرياضي او نادي الرجاء الرياضي ما تعطيها لكش وزير البيئه، وزير الاشغال العموميه، وزير مكلف بالعلاقه مع البرلمان. واخا نجيبوا مثلا دابا وزير كيف ما كان النوع ديالو، نحطوه دابا في الشارع في الدار البيضاء، هو رئيس ديال الوداد او رئيس الرجاء، تلقى الناس كيتهافتوا على رئيس الرجاء ورئيس الوداد وما يديوهاش في الوزير نهائيا، ما يسوقيش ليه، علاش؟ لان كاين تاثير. لكن الخطا اللي كيرتكبوا هاد الناس اللي كيمشيو انهم سياسيين ويجيو يدخلوا المجال ديال كره القدم باش يجلبوا ناخبين او يجلبوا انصار، هادو غالطين. علاش؟ لان المشجع ديال كره القدم الذاكره ديالو قصيره جدا، الذاكره ديالو قصيره، فاش في المقابله واش ربحه واش خسره. نعطيك مثال، مثلا دابا غدا عندنا انتخابات يوم الجمعه، وحنا في حمله انتخابيه، انا كرئيس الوداد نهار الاربعاء لعبت مقابله خسرتها، الجمهور ما يصوتش هي نهار الجمعه في البلاصه، يعني ما بين 48 ساعه بدلوا رايهم. اذا هنا كنقول انا صحيح الناس استثمروا في هذا المجال هذا، ولكن غالطين. مجال كره القدم ما يمكنلكش تجيبوه بالسياسه، ما يمكنلكش تجيبوه بالمال. لكن بالمقابل شنو هو العيب على انه واحد في المجال السياسي كيسير المجال الرياضي؟ لا، اذا كان كيسير في المجال الرياضي عسى انه لا يستعمل الفريق او النادي ديالو من اجل استقطاب انصار. لو كان يبقى محدود في الجمعيه الرياضيه ديالو والطريقه ديال التسيير ما كاينش، يعني لا عيب في ذلك. ولكن ملي كيولي يستعملها لاغراض سياسيه
هنا بحال مثلا شفنا الناصري في الحمله الانتخابيه ديالو داير معاه الدودي وداير معاه وداديين لاعبين قدامى وكيتسرى في مدينه قديمه يعني لو فيف ديال الوداد. نعم. لا هنا كتستعمل الورقه ديال الرياضه. الرياضه وباش باش بغيتي تضحك في 2015 سي سعيد الناصري نهار اللي تقدم انتخابات الجمعيه باسم البام لافيش ديالو اللي كان كاتب كاتب فيها سميتو سعيد الناصري الدائره ما عرفاش المهنه رئيس نادي الوداد الرياضي. نعم. مهنه رئيس نادي الوداد الرياضي. ها حنا فين وصلنا؟ الان كنشوف اللي السيره ماشي مهنه هذاك نشاط يا سيدي ما يمكنش رئيس جمعيه ماشي مهنه الله يهديك هذه راه جمعيه رياضيه اذا ولكن علاش؟ لانه هو لقى بان في الكوريكولوم فيتي ديالو ما لقاش شي حاجه اللي حطها في المقابل مثلا مقاول مدير سميتو رجل اعمال صناعي فلاح فهمتي ما لقاش شي حاجه اللي غادي ممكن انها تثير انتباه ديال الناس من غير نادي الوداد الرياضي. نعم ارتباطا بالرياضه والسياسه على خلفيه عدد ديال التوقيفات اللي تكلمنا عنها يمكن سعد الناصري في السجن البدراوي حتى هو تم الاعتقال ديالو التوقف ديالو بطبيعه الحال حنا كنتكلموا دائما المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالته حنا ما لا ندين هاد الاطراف هذه القضاء هو اللي ممكن له انه يدينهم ولا يبرئهم ولكن حنا من حيث التحليل من حيث ما تسرب من معطيات الان حديث على تبييض الاموال داخل فرق الوداد الرياضي وانت في 2016 طرحت هذه المساله هذه يعني واحد ست سنوات او ثمان سنوات هذه طرحت هذا الموضوع هذا كيف كتشوف على انه الامور تطورت لهذا الوضع هذا؟ هنا سيمونير ومشاهدي انفاس بغيت هذا الجواب هذا توسع شي شويه تفضل هناك شوائب مجتمعيه باش نبدا معك من السؤال ديالك وانني انا في 2016 يناير 2016 كان عندي سجن مع الزملاء الاحداث المغربيه وتكلمت على عده قضايا في الوداد وفي واحد الفقره اللي خداوها الاخوان ديال الاحداث واعادوا نشرها كنتكلم على تبييض الاموال داخل الوداد 2016 ملي كيجي عبد الرحيم هذا اللي قدامك هذا الانسان المتواضع كيتقول بانه الوداد انا نخاف بان يكون فيها تبييض الاموال وعطيت عليها مؤشرات انا مواطن عادي عندي هذه المعلومة غادي نكون غبي إلا كنت كنعتقد بأن هذه المعلومة عندي بوحدي كاين ناس اللي عندهم هذه المعلومة أحسن مني وأدق مني علاش ما تحركوش؟ لا ومفروض على أنك أنت تاخذ احتياطات ما يمكنش تطلق الكلام على عواهنه لا أنا أطلقته يعني مسؤول عليه أنت مسؤول عليه أنا أطلقته يعني مسؤول عليه أما ما سولني حتى شي واحد شأني شأن شباط لأن شباط ما قالش بأنه كاين تجارة المخدرات عند حزب مشى سولوا شي واحد نهائيا شاني شال بن كيران بن كيران قال لهم كيبيعوا شي في العشمه مشى سولوا شي واحد ما سولوا حتى شي واحد هاد الاشياء هادي الا انا مازال بن كيران كرئيس حكومه مازال شباط كان رئيس نقابه ورئيس حزب وكذا وزعيم كبير يعني عنده خلفيه عنده قاعده اللي تحميه انا مواطن عادي جدا نعم وجايب هاد المعلومه في 2016 ما كاينش اللي داها فيها نهائيا الان خليني نقول بان ما يقع الان من حراك شفنا بالاعتقالات ديال ناصري بعيوي هذو كلهم فاعلين سياسيين الله يخليك نعم. اذا ما مشينا من غير كرة القدم كنلقاو سعيد ناصري هو رئيس مجلس العماله ديال الدار البيضاء وكنلقاو البعيوي رئيس جهه ديال الشرق جوج مرات الله يخليك متتالي نعم. هنا غادي نقول لك واحد المساله هو انه الدوله ما كانتش كتقوم بالدور ديالها كما ينبغي لماذا؟ لان هذه شوائب مجتمعيه كما قلنا عليها قبيله ما عشناه في بدايه القرن الماضي خصوصا في جنوب الايطالي يعني لا ساردين لا سيسيل اللي خلقت فيها اللي عرفناها الاسم ديالها من بعد لا مافيا فهاد لا مافيا هذه تقوات وانتشرت ولا عندها واحد الصدى عالمي من غير الصدى الايطالي هنا غادي يخلق لنا واحد المصطلح اللي نتعلموه اول مره وتعلمناه بالفرنسيه سي لو ناكرو ترافيكون شنو هو لو ناكرو ترافيكون هو ان ترافيكون كي بروتيجي واخا هادشي اللي حصل عندنا هنا الشيء اللي حصل من هاد الشوائب هادي علينا السي منير اننا نطرحوا اربعه الاسئله حولها السؤال الاول هو اين ازدادت كيف تربت مع من تقوت واين وصلت هذه اربعه الاسئله خصنا نطرحوها على هاد الشوائب ملي كنقلبوا على الاجوبه اش كنلقاو اين ازدادت ازدادت في بيئه فاسده كيف تربت تربت في غياب القانون أو تغييب القانون بأدق نعم.
مع من تقوت؟ مع رجالات القانون. أين وصلت؟ تسللت إلى دواليب الدولة حتى ولت هي تشرع في القانون. واخا المثال على ذلك شنو هو؟ وأن هاد الناس وصلوا دواليب الدولة ولاو كيقروا ولاو كيجلسوا عمال كيجلسوا ولاة كيوقعوا معهم وزراء كيحضروا مراسم رسمية ديال أعلى سلطة في البلاد كيصليوا وراه كيحضروا الحفلات الولاء. ها فين وصلوا هاد الناس هادو؟ ولكن الأصل ديالهم أشنو هو؟ شكون اللي خلاهم يتقووا بحال هكا؟ وغياب القانون. حنا وصلنا لهاد الشيء هذا، أبعد من هاد الشيء هذا شنو كنلقى؟ كنلقى الحمد لله وأن عندنا وزير في العدل مقرب من هاد الناس هادو. حنا شفناه مؤخرا كيفاش كان كيتقدم مشاريع قوانين. ها؟ الحمد لله ما داش داك القانون ديال العقوبات البديلة. هو جا كيدافع على هذه العقوبات البديله وجا كيدافع عليه في قبه البرلمان وفي الاعلام وكيخرج عينه وكيضرب يعني انه عدد من الترسانه التشريعيه اللي كانت انها تراجع لان لا التخوف هو انه تكون تحت خلفيه هذا الامر ديال حمايه الترافيك. يا سيدي دابا كنقول لك انا هذا المشروع دابا حنا في هيئه التشريع. نعم. هذا الراجل الوزراء كيقدم مشروع تعديل او مشروع قانون، الجمعيات او الاحزاب كتقدم مقترح او تعديل او شي حاجه مقترح، الاخرين عندهم مقترح الاخرين عندهم مشروع. هذا السيد هذا جاب مشروع والمشروع اقوى، علاش؟ لانه عنده الناخبين ديالو، عنده اللي غيصوتوا عليه في الغرفتين. يعني سهل انه يمرر هذا القانون هذا، مع الاسف ما تمررش. شنو العقوبه البديله؟ لو كنا دابا حاليا هذه وداز القانون العام الفايت ديال العقوبه البديله. الله يخليك العقوبه البديله اللي غنديروا لها 1000 درهم ديال العقوبه السالبه للحريه نشريوها. إلا غنشريو العقوبة السالبة للحرية ونديرو لها 1000 درهم النهار. الله يخليك مبديع ما يشريش 10 سنين. 10 سنين هي 300 مليون 365 مليون كاع. واخا دابا سي سعيد الناصري دابا هو في الحبس، عطينا 10 سنين ما يشريهاش ب 500 مليون. دابا يشريها. إذا فين الردع؟ علما بان ديك 500 مليون اللي غادي يشري بها هذا ولا 300 مليون غيشري بها مبديع ولا 400 مليون. طيب الحكم تكلم على انه راه البراءه هي الاصل. لا هذا دليلني خاشا فيها. لا لا حنا كنقولوا في حاله ما اذا. نعم. حنا في حاله ما اذا كانت عقوبه حبسيه واخا كانت عقوبه حبسيه يشريوها. باش غادي يشريوها؟ السؤال هو واش غيشريها؟ يشريها بفلوس. منين جايين داك الفلوس؟ احنا كنعرفوا المسارات ديال كل واحد فيهم. مرحبا، هذا الجانب الاول. الجانب الثاني دعني اقول وانه تقواوا بهذا الاسلوب بحال هكا، لكن كيفاش تقواوا مع المجتمع؟ كيفاش تقواوا مع المجتمع؟ جلاله الملك الله ينصره قال في الخطاب ديالو بانه اذا تبقى للملك الثقه في الساسه والسياسيين ما يبقى للشعب. هذا قال الملك، هو اثر انتباه بانه هناك نقص في الثقه ما بين الناخب والمنتخب. هو قالها. وردوا بالكم كيقول لكم بانهم اللي تعملوا انتخاب تحملوا مسؤوليتكم. دابا سيدنا الله ينصر دابا حاليا ملي كيكون حراك في الزنقه ما كيتداخلش، علاش؟ بيناتكم بين الحكومه. هو عنده احزاب كاين وسائط شغلكم هذاك شغلكم هذا. غدا تمشيو ديروا شي فوضى في البلاد وتضربوا له الرعايه ديالو غيخرج هو يقول لك علاش كتضربوا الرعايه ديالي. نعم. هو يجي يدافع على الرعايه ديالو. متفقين؟ اذا هو بغيتوا انتخابات بغيتوا الديمقراطيه هي الديمقراطيه، ولكن خذوا بالكم الديمقراطيه شنو عطاتها سي منير؟ عطاتنا وانه في 2021 وهذه هي الطامه الكبرى 2021 الخريطه السياسيه ديال مدينه الدار البيضاء ترسمت في الدار ديال الناصري. الخريطه السياسيه ديال الدار البيضاء ترسمت في الدار ديال الناصري، يعني معاه هو وفي الدار ديالو اللي دارت مجلس المدينه رئاسه نواب لجان مقاطعات رئاسه نواب لجان كلهم داروا معاه. الجميل في الامر اللي كيعجبني انا في هذه المساله كامله شنو هي؟ هو ان النهار اللي كانت كترسم هذه الخريطه هذه في الدار ديال الناصري من ضمن الحضور شكون اللي كان؟ كانوا جوج الناس خريجي معهد القناطر لي بوان شوسي. كانوا ثلاثه الناس خريجي بوليتكنيك دو فرانس. كان واحد من اش او سي فرنسا. واخا كان واحد من سيونس بو فرنسا. واحد مخرج من المدرسه المحمديه للمهندسين وكلهم كيتكلموا معاه سي سعيد سي سعيد سي سعيد وهو الذي يقرر. واخا علما بانه الان اذا جينا نشوفوا مع من تنافس سي سعيد الناصري على باش انه اولا يكون منتخب مع من؟ مع النخبه ديال الناس. هو نجح امام النخبه. ما تنساش بان الناصري راه نجح قدام ابراهيم الرشيدي محامي ديال الدوله في المغرب او خارج المغرب.
نجح قدام الرشيدي بغيتي او كرهتي، عضو مكتب سياسي، رجل متحنك في السياسه، عنده باع طويل في السياسه، مارس العمل البرلماني لسنوات. وانا كنقول لك محامي الدوله ان على مستوى المغربي او المستوى الوطني داخل الوطن او خارج الوطن حتى في فرنسا، هو المحامي ديال اكبر مؤسسه اعلاميه. هما هادي هذيك اللي شكون اللي نجح قدامه، نجح قدامه الناصري. شكون المسؤول على هذه المهزله هذه؟ هو الناخب. شكون اللي مسؤول على الناخب؟ هو القانون اللي ما حماهش، ملي كان كيشد الفلوس باش يصوت. لو كان القانون حماه ما يخليه يكون عقوبه رضعيه، حتى ذاك المواطن ما غادي يشدش الفلوس. ها فين وصلنا؟ اذا هنا باش نرجع للسؤال ديالك الاول، هو انه هاد الظاهره هذه شنو هي؟ انا قلت هي الظاهره يعني يعني واش في نظرك، اسمح لي سي عبد الرحيم، واش حنا امام تكرار هذه الظاهره ديال المافيا الان في المغرب؟ هذه اللي انطلقت في هذا واحد القرن هذا، الان نعيدها بشكل اخر، يعني من خلال تسرب عدد ديال المشبوهين داخل الاحزاب، داخل السياسه، داخل نقابه البرلمان، داخل المؤسسه التشريعيه اللي المفروض انها تعطي حمايه اكثر. الشريف ماشي غير داخل المؤسسه التشريعيه، داخل مؤسسات اقوى. التشريعيه عندها واحد الصبغه ديالها مدنيه، الصبغه يعني شريفه، الرئيس ديالها يعد هو في الهرميه الشكليه ديال الدوله، هو الشخصيه الثانيه من بعد الملك، متفقين؟ ولكن هناك المؤسسات اللي عندها نفوذ، اللي عندها سلطه. واخا نعطي ناخذ مثال ديال البعيوي. البعيوي رئيس جهه ديال الشرق جوج مرات. البعيوي محكوم بسنتين حبسا نافذا في جرائم المال العام في فاس، وتاكد الى سنه في المرحله الاستئنافيه، وتقدم الانتخابات هذه الجماعيه وطلع ولا رئيس جهه. واخا جات انتخابات اللي من بعد منها وعاوتاني تقدم، حينها الملف ديالو مشى للنقد، عنده سنه هذه في جيبه. والغريب في وجده شنو كان في وجده؟ كانت واحد الظاهره غريبه، رئيس الجهه، رئيس المجلس الجماعي، رئيس المجلس الاقليمي، هادو عندهم عامين لواحد، ثلاثه بهم محكومين دقه واحده، عامين لواحد، عمرها ما تنفذت نهائيا. علاش ما تنفذتش؟ انا نقول لك علاش ما تنفذتش، لان حقا هناك مرحله من مرحله التقاضي سميتها محكمه النقد. يا سيدي مرحبا، نحترم القانون، لكن شكون هو اللي تابعهم؟ تبعتهم النيابه العامه باسم الدوله، يعني من ينوب عن الدوله في هذه الحاله هذه ومن حرك الدعوه العموميه له هو السيد وكيل العام الملك. هذا السيد وكيل العام يعتبر القضيه هذه معتبر ديالو، ملي عقبوهم كيعتبر راسه هو اللي ربح الملف، لانه هو اللي ضدهم، ما كاينش شي واحد ضدهم. ملي الملف ديالك وانت كتشوف هذا السيد هذا مازال كيتقوى سياسيا وعنده مشروع انه يرجع لرئاسه الجهه، وانت عندك الملف ديالك ناعس في النقد، وانت ولد الدار، علاش ما طلبتيش من محكمه النقد انها تسرع بالبت في الملف ديال البعيوي، وممكن ان الادانه تولي نهائيه، حينها غتنفذ عليهم، غادي نقدموه للمجتمع انه يترأسوا من جديد. هذا هو السؤال، يعني الى اي حد انه هذا الشيء هذا احنا امام شخصيات اللي بارزه، هذو ماشي شخصيات ديال الصف الثالث ولا الرابع، هذو الشخصيات الاولى في البلاد. نعم. متقدمين حزبيا. شنو الاثر ديال هذا الشيء هذا سياسيا ورياضيا؟ دابا رياضيا انا نخليك تمشي معايا في الرياضيا، رياضيا يا سيدي هاد التدفق ديال المال اللي تكلمت عليه، اللي قلت انا في استجواب في 2015 بانه صحيح المال كاين كثير في الوداد، ولكن الله الواحد بوحده اللي كيعلم المصدر ديال هذا المال شنو هو. اشنو عطى؟ شنو عطى؟ عطانا هو انه ناصري تراس العصبه الاحترافيه في النشاه ديالها اول مره 2015، هو اللي تراسها. واخا على اي معيار خداوها باش يتراس هذا السيد هاد العصبه؟ ها واحد، جوج الفلوس اللي جاب الوداد هي فلوس كثيره. نعم. الشيء اللي خلق تضخم مالي في سوق الانتدابات، صحيح هو سوق الانتدابات يعني تزعزع او فيه شنآن من انطلاقا من 2010 مع مجيء عبد الاله اكرم للوداد، هو اللي خلق واحد التضخم مالي في سوق الانتدابات، جاب فلوس بزاف ودخل السوق وغلى السوق كما كنقولوا. من بعد منه غادي يجي ابرون وغادي يغلي السوق اكثر من عبد الاله اكرام، من بعد منه غادي يجي مدرقه في المرحله الاولى اللي غادي تسالي في 2015، وغادي يجيب عاوتاني فلوس كثيره وغادي يطلع السوق اكثر، من بعد منه غادي يجي الناصري في 2014 وغادي يطلع عاوتاني السوق اكثر، ومن بعد منه غادي يجي يتمنى ويطلع السوق اكثر. شكون واش ما كاينش رديع عن هذه المصيبه هذه؟ دابا الحل عندنا شنو هو؟ عندنا واحد المجموعه ديال 60 ولا 70 لاعب
هي اللي كدور في البطوله. هاي يشري هذا يتزايد عليه هذا، يشري هذا يتزايد عليه هذا. هنا كاين السوق، هنا كاين الحريه، هنا كاين لا لوا دو مارشي. ولات بضاعه ولات لا لوا دو مارشي، لكن عمر شي واحد ما كيسول هاد الفلوس منين جايين؟ هذا هو السؤال. ما عمر شي واحد كيسول هاد الفلوس منين جايين؟ الشعب ديال كرة القدم اش كيبغي؟ كيبغي الألقاب. النتائج. الألقاب، كيقول لك أسيدي أنا سعيد الناصري جاب لي 8 ألقاب. صحيح أن دابا إلا قارنا سعيد الناصري مع الرئيس يعني النموذج يعني ليليت لا مكوار. مكوار. مكوار في 22 سنة عنده يمكن 4 ولا 5 ديال الألقاب ميم با. مقارنة مع الناصري في ظرف 60 ولا 70 عنده 8 ديال الألقاب. إذا شكون هو الرئيس الحسن، واش هذا ولا الآخر؟ بميزان النتائج والألقاب هو الناصري. ولكن لا نوتوريتي والنظافة والسيرة والنظافة لا السياسية ولا الاجتماعية ألقاب ومكوار. متفقين؟ ولكن الجمهور راه باغي الألقاب أسي. راه ما باغيش هو ديك الهضرة ديالك أنت ديال أنت هذا نظيف هذا زوين هذا ولد عائلة هذا مربي هذا، أنا ما باغيش هذا الشيء هذا. هو باغي الألقاب. صافي. ولكن هذا كيأثر على الصورة ديال الرياضة في المغرب. أثر طبعا ما أثر. أثر الرياضة نورمالمون خصها تكون هي ديك الحاملة لمشعل الدبلوماسية الموازية. هناك دبلوماسية يعني ديال البلاد اللي كيقودها جلالة الملك موراه وزارة الخارجية. الدبلوماسية الموازية خصهم يقوموا بها الأحزاب. الدبلوماسية الموازية خصهم يبقاو بها المجتمع المدني، والدبلوماسية الموازية المجتمع المدني بما فيه الجمعيات الرياضية. هذا هو الدور الأساسي ديالها، إشعاع واحد الدبلوماسية موازية من أجل واحد القضية ديال هذا، أو على الأقل إشعاع اسم البلد. الله يرحمك الوالدين، في 1984 المغرب عرف تعرف تشهر عالميا عن طريق سعيد عويطة ونوال المتوكل. 1984 حنا في لوس انجلوس كيتكلموا على واحد الدوله سميتها المغرب. هنا هذه هي الدبلوماسيه الموازيه اللي كنتكلموا عليها. الان حنا المنتخب الوطني، نتكلمك على المنتخب الوطني. المنتخب الوطني انا كان عندي حوار مع جلسه مع القجع من قبل من بعد 22، قلت له الان جات نتيجه مزيانه. قبل ما عمرو كانوا شي نتائج، ولكن هناك افوزي كاين واحد النتيجه حصلينها عليها ما عمر شي واحد كيرد ليها البال، وانتم مع الاسف ما كتعرفوش تواصلوا بها، ما استغليتوهاش في ميدان مجال التواصل. اشنو هي هذه المساله؟ وانه المغرب في العشرين العقدين الماضيين يمكن دازوا شي 6 ديال الوزراء اللي تعاقبوا على الوزاره المكلفه بالعلاقه ديال المغاربه مع المغاربه الخارج. هذه الوزاره هذه الدور ديالها هو انه يعني تاطير العمال المقيمين بالخارج، استقطابهم، استقطاب يعني التحويلات ديالهم، الاستثمارات ديالهم، جلبهم الى الروابط العائليه والروابط الاسريه والروابط الوطنيه مع الاصول ديالهم وكذا وكذا. ما نجحوش، ما كاينش شي وزير اللي ينجح في هذا الشيء. نهائيا الابناء الجيل الثالث والرابع ديال ليميغراسيون العمال المغرب ما بقاوش كيجيو للمغرب، ما بقاوش كيحملوا المغرب نهائيا. علاش؟ لانه هو 600 اورو كيمشي لهاواي، كيمشي لكانكون في المكسيك، كيمشي للفلبين كيدوز العطله ديالو 600 اورو. هنا كيجي مراكش كيخسر غير في يومين، ما مسلكاش، وما كاينش استقطاب ديال الدراري، ما درنا لهمش مجال ديالهم باش نستقطبوهم. لكن فجاه اش غادي يوقع؟ العمليه غادي ديماري، من 2018 من المونديال. اش غادي يوقع في المونديال؟ غادي يخلقوا لي فان ديال زياش ولي فان رومانسيس ولي فان ديال الحكيمي ولي فان ديال بونو، ياك؟ ملي ذكرت لك هاد الاسماء هادو شنو هما؟ هادو لي فان يا اما هولندي او الماني او انجليزي او اسباني او فرنسي. نعم. هادو هما اللي جابوا لنا ولاد الجاليه المغربيه الجيل الثالث والرابع، هما اللي خلاوهم يحبوا المغرب. شوف النجاح ديال المنتخب الوطني فين كاين؟ كاين في هذه النقطة هذه اللي الوزراء أو السياسة فشلت فيها. هذه نجحت فيها نجح فيها المنتخب الوطني، مع الأسف الجميع ما عرفتش تكومينيكي هذا الجانب هذا. ملي كنا في روسيا، شايف راه 80% ديال المغاربة اللي شتي في روسيا كيدوقوا في زناقي ومحيحين، راه كلهم جايين من أوروبا. كل واحد أش تابع. ملي في 2019 في القاهرة
2019 الجمهور المغرب كان هو اكبر عدد ديال الاجانب اللي جاوا يحضروا كان هما المغاربه بالاهازيج ديالهم بالالوان ديالهم. اجمل ما كاين اجمل ما كاين سيمونير في هذه العمليه كامله وغادي نعشتها عن قرب هو ان هاد الاطفال هاد الشباب اللي جاوا ديال ليميغراسيون اللي كانوا قاطعين المغرب حفظوا النشيد الوطني. وليت كتشوفهم في الكراندان كيغنيوه راه كيدوي غير بالانجليزيه هذاك يا شريف راه الاخر كيدوي غير بالالمانيه العربيه ما كيعرفش يدوي وحفظ النشيد الوطني. هنا كاين الدور ديال الدبلوماسيه الموازيه هنا فاش كاين النجاح ديال المنتخب الوطني بالنسبه لي اهم من الكره من فوقها بالريح ولكن هذيك اللي من فوقها بالريح عندها تاثير اكثر من الهضره اللي كنقول انا دابا. نعم. طيب السي عبد الرحيم الوزاني بهذا كنكونوا انهينا هذا اللقاء هذا ونتمنى ايضا نستضيفك في لقاءات ومواضيع اخرى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كنتم معنا في برنامج ضيف وقضية شكرا والى اللقاء.